سيد وزير الثقافة والفنون وشرف سيد ولي ولاية مستقرة منظمة المحافظة الوطنية للمهرجان الثقافي للشاعر الملحون المهدى لسيدي الأخضر بن خلوف يعني الطبعة 11 للمهرجان. افتتحت السيدة الوزيرة يعني المهرجان على مستوى دار الثقافة يعني وكان فيه أيضا عرض لعمل وتركيب فني ملحمي توثيقي تاريخي حول البعد المقاومات لدى السيد الأخضر بن خلوف. وزارت أيضا السيدة الوزيرة ضريح سيدي الأخضر بن خلوف اللي استفاد أيضا من عملية للترميم وأيضا تصنيف إن شاء الله مستقبلا. عندنا ايضا على مستوى المحافظه يعني يوم دراسي هام جدا حول البعد المقاومات والجهادي لدى السيد الأخضر بن خلوف ينشطه ايضا طبعا اساتذه جامعيون وباحثون يعني استضفناهم ضمن المهرجان. وايضا فيه جديد هذه السنه نقل فعاليات الى مدينه سيدي الأخضر سواء الضريح من خلال الجمع السنوي وعروض الفلوسيه وايضا ليالي الطلب الشعبي اللي راح تكون على مستوى ساحه بلديه سيدي الأخضر. هذه هي الطبعه 11 للمهرجان وان شاء الله نوفق في تنظيمها وان شاء الله وسائل الاعلام تتفقنا ان شاء الله من خلال الافتتاح وحتى الاختتام ان شاء الله. وانا شاكر على وقوفها يعني بجانب المحافظه وايضا على دعمها الاعلامي المستمر لمختلف الفعاليات.